السلام عليكم متتبعي قناة حلويات أم هدى. وصفة اليوم وهي كيكة اقتصادية وسهلة التحضير، بيضة واحدة وفي الكسكاس كذلك بدون فرن، رائعة كتستحق التجربة. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. بسم الله نبداو على بركة الله في تحضير هذه الوصفة. كنحتاج عندي 130 غرام من السكر الخشن أو سكر الحبيبات، بالعبارة كأس الشاي المغربي للعنبة دائما. الحلوة كتبقى اختيارية، يعني يمكن لكم تنقصوا. عندي 160 مليلتر من الزيت بالعبارة كأس الشاي المغربي للعنبة، يكون كأس ممتلئ. 160 مليلتر من الحليب، أي بالعبارة كأس الشاي المغربي للعنبة، يكون كأس ممتلئ. بيضة واحدة، كيس من الفانيلا من وزن 7 غرام، كيس من الخميرة الكيميائية أو بيكنج باودر من وزن 14 غرام. عندي هنايا 14 غرام من الكاكاو، او اللي ما متوفرش على كيس من الكاكاو استعمل فقط ملعقه كبيره من الكاكاو المر. وعندي 300 غرام من الدقيق الابيض يكون منخول. نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ناخذ اناء، اضيف بيضه في الاناء مع 130 غرام من السكر الخشن او سكر حبيبات، كيس من الفانيلا، وغادي نخلط الكل جيدا. بعد ما كنخلط السكر والبيض جيدا غادي نضيف الزيت مع التحليب، وضيف الحليب، وضيف الدقيق، لازم يكون مغربل. وهنايا من بعد ما خلطت الكل جيدا كما كتلاحظوا ان القوام ديالو كيكون شويه خفيف. انا هنا خديت مول، اي مول عندكم متوفر. دهنتو بالزبده ورشيتو بالدقيق. غادي نفرغ الخليط نتاعي وغادي نخلي القليل فقط اللي غادي نضيف ليه الكاكاو. انا هنا اضيف الخليط المتبقي القليل منه، كنضيف له الكاكاو كما لاحظتم بعد ما خلطتو بهذا الشكل هذا. فغادي نضيفو على الخليط، نضيفو فقط في الوسط بهذا الشكل هذا، كتخليو فقط ملعقتين كبيرتين من الخليط. وكما لاحظتو هنايا بعد ما فرغت الخليط فانا كنحاول اني ندخلو مع الخليط بهذا الشكل هذا. انا الان هنايا خديت البرمان تاعي اي الكسكاس فين غادي نطيب الكيكه، كنوضع فيها الماء، كنوضعها فوق النار حتى تتغلي لي. وهنايا غادي نوضع الكسكاس نتاعي، كنوضع له هذه البلاستيكه باش ما كيتنفسليش من الجناب. وهنايا كما وضعت البرمان تاعي كما لاحظتوا وغلقتها جيدا، يعني باش ما تنفسليش من الجناب وضعت البلاستيكه. وهنا كتاخذوا الكيكه ديالكم اللي راكم حضرتو وكتوضعوها في الكسكاس بهذا الشكل هذا. وكتكون نار مهيله جدا، كتخليوها طيب على خاطرها. هنا انا ناخذ منديل كنغطي بهذا الشكل هذا، وكتاخذوا الغطايه ديال الكسكاس او طبزيل بهذا الشكل هذا. وكنرد عليه بهذا الشكل هذا الزيف، وكنخليها لمده نصف ساعه. ماعجبهاش انها تكون يكون الطبصيل صغير باش ما يتنفس لكمش من الجناب. كما سبق لي وذكرت لكم نصف ساعه اي 30 دقيقه كتخليوها على نار مهيله حتى كطيب على خاطرها. انا هنايا من بعد مرور 30 دقيقة فكنفتح عليها كما كتلاحظوا، غادي نقرب الكاميرا، انها انتفخت ورائعة. كناخد شي كوردون او موس وكندخل الموس بهاد الطريقة هذه، كنشوفها واش طيبة. كما لاحظتوا الموس كيخرج لي ناشف، يعني طابت صافي، كنطفي عليها. هاد الكيكه هذه فهي ما كتتحمرش نهائيا،
يعني اللون ديالها هو هذا. وهنايا كما لاحظتم بعد ما طات ليا تماما حيدتها من الكسكاس، كتخليوها يرجع ليها الصاد باش كتحيد لكم بسهوله. الان كناخذ الطبصيل وكنقلبها بهذه الطريقه هذه بهذا الشكل هذا. هي كتجي بهذه الطريقه هذه يعني ما كتتحمرش نهائيا. انا هنا كنخليها على الوجه ديالها وكتجي ببيضه واحده كتجي رائعه واسفنجيه كذلك. انا هنا كناخذ مربى او اي شوكولا او اي حاجه عندكم متوفره في المنزل، غادي ندهن القليل بهذا الشكل هذا وغادي نزين باللوز ايفيلي او رقائق اللوز. يمكن لكم فعوت الوجه ديالها كتخليوها على ظهرها وكتدهنوا بالشوكولا او كتدهنوا بالمربى. وكان هذا هو الشكل النهائي نتاع الكيكه نتاعنا، كيكه ديال الكسكاس ببيضه واحده كتجي رائعه واسفنجيه. جربوها واقتصاديه في نفس الوقت وبدون فرن كذلك. غادي نقطع نوري الشكل ديالها من الداخل، فهي جد رطبه كما لاحظتوا. هذا هو الشكل ديالها من الداخل، فهي رطبه جدا كما كتلاحظوا، اسفنجيه ورائعه. فإلا عجبتكم الوصفه ديال اليوم ما تنساوش تدعمونا بالاشتراك في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم.